السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض دورة البط بتاعتنا. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله البط ماشي معانا كويس وزي الفل. في بقى يعني منه اللي طبعا اللي بيبقى كبير وفي اللي صغير. ظهر الذكر من الإنتاي يعني تحس إن ما شاء الله يعني إيه الذكر ظهر والإنتاي برضه يعتبر هي ظهر. الذكر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه تحس ان هو ريحه طويل وبسم الله ما شاء الله بيجي معاك بسرعه. اما بقى هنا كان بطه كده زي ما انتم شايفين تحس ان هم يعني ايه ضعاف شويه. ده بقى الله اعلم يعني نسبه التهجين بتاعتهم ما كانتش كويسه او يعني او ايه، لان هو طبعا لجاله اسهال. الاسهال طبعا يا جماعه لما بيجي للبط ده بيوقف نمو. اما الدفعه دي زي ما انتم شايفين كده يعني هو يعتبر فيهم كام بطه، ثلاث بطات كده، حوالي ثلاث بطات. ده تحس ان النمو بتاعهم ضعيف بالرغم ان هما ما جالهمش اسهال، بس ما تعرفش يعني ايه. زي البطه دي كده بصوا ايه شايفين البطه ديت، هي بسم الله ما شاء الله تقيله وحلوه اهو، بس الله اعلم يعني ليه كده النمو بتاعها واقف ما كبرتش ما تعرفش. هو البطه دوت اصلا يعني ما تعرفش بقى يعني ايه النوعيه بتاعته كويسه او هو يعني ما تعرفوش. هو فيه بسم الله ما شاء الله تحس ان هو ايه اللي فيه الشريحه بصوا ده طبعا يعني ايه ما شاء الله ماشي حلو. اللي هو الكبير دوت ماشي حلو وماشي طبيعي، اما اللي هو دوت ما تعرفوش. البطه دهيت البطه دي ماشيه النمو بتاعها ضعيف جدا، هي والبطه اللي هناك ديت اللي بقى ما اعرفش. اول مره اجيب بط ويحصل معايا الموضوع دوت. اللي انا يعني اللي انا اعرفه ان اللي هو اللي بيقف او بيبقى ضعيف دوت ده اللي بيجيله اسهال من هو صغير، بس هو ما جالوش اسهال يعني وكان ماشي طبيعي. السر بقى ما اعرفش، يا ريت لو حد يعرف يكتب لي في الكومنتات يا جماعه. اللي انا هعمله دلوقتي يا جماعه في البط دوت هعمل برضو يعني ايه هعمل حاجه كويس. هقوم فصل اللي هو الضعيف الثلاثة اربعة الضعاف اللي هنا لوحدهم واقوم حبسهم في بوكس لوحدهم ياكل. ممكن يكون ما بياخدوش حقهم في العلف مع البط او برضو في كام سبب الله اعلم. تعالوا يلا كده نحط لهم الاكل اهوت، نحط لهم الاكل ياكلوا اهو. ده يعني كنت لسه باكلهم علف بادي لغايه النهارده باكلهم لسه علف بادي. ان شاء الله كده بقى هنبدا ان احنا نعمل لهم خلطات، خلطاتها هتبقى كويسه باذن الله بقى. يمكن ايه احاول انا ادخل لهم الرده في قلب العلف، الرده كويسه برده يا جماعه فكالسيوم بتخلي البط بسم الله ما شاء الله يعني يبقى ايه كويس معاك. حتى يعني علشان برده لو فوق ساح في اي حاجه برده يبقى كويس. هو بصهم يعني ايه هو بدات الريشه يعني ايه بدا يسلل. بصهم ده يمكن النهارده عمرهم 18 يوم، وعلشان احنا دايما على طول ماشيين على الاملاح والفيتامينات. بص تلاقي بسم الله ما شاء الله هو بدا ان هو ايه يسلل من هنا كده. هو تعرف البط بيسلل منين؟ من عند الديل. تبص تلاقي ايه اللي هنا بقى عامل زي الشوك كده زي السلك، شفت السلك؟ هو هنا بيبقى عامل زي السلك كده. هو دلوقتي بقى كده هيبدا ايه ان هو يسلل. بعد كده ايه تبص تلاقي يعني ايه يبدا ان هو يسلل من جناحه كده اهو. هو بسم الله ما شاء الله حلو قوي. تعالوا بقى كده يلا حابين بقى كل يوم تعملوا خلطات على الاكل مفيش مشكله. طبعا يا جماعه اهم الخلطات اللي انت ممكن تعمليها ودي افضل الخلطات اللي انا بفضلها الثوم والبصل. على طول دايما استعمل ثوم وبصل وليمون حطه في الميه وحطه في الاكل، ده افضل مضاد حيوي ممكن تحطه له، كويس جدا برده علشان مشاكل الاسهالات والبرد يعني طبعا انتوا عارفين ان احنا الجو الايام دي مش متظبط شويه، شويه تبص تلاقي الجو حر، شويه تبص تلاقي الجو هوا. يعني افضل وصفات انت ممكن تعمليها الثوم والبصل، ده طبعا ما يعلاش عليه. النهارده بقى انا مش هعمل الوصفه على الاكل، لا هنعملها على الميه. اللي هو ساب الاكل اهوت وطلع يجري. بسم الله ما شاء الله مسافه ما تلاقوا بس بطه واحده يعني ابتدت بس تاكل لا بيجري ورا بعض. ده بقى هيجي بس عشان يشرب. تعالى عسل عسل عسل. هو طبعا يعني ايه شوف تقريبا عشان هنحط لهم احنا دلوقتي عامل لهم وصفه كويسه جدا يا جماعه. ده يعتبر كده وصفه يعني كوقائي. لو ما فيش اسهال ممكن تحطيها في اسهال، حطها ثلاث مرات كده عندك في الاسبوع حلوه وزي الفل. هنستخدم النهارده ايه؟ تعالوا يلا كده نعمل وصفه مع بعض. دلوقتي يا جماعه هنغلي مع بعض الوصفه بتاعتنا وتعالوا يلا نشوف وصفتنا النهارده عباره عن ايه. زي ما انتم شايفين كده انا معايا حوالي كوبايه ونص ميه غاليهم على النار، ومعانا النهارده قشر رمان. قشر الرمان دوت بيجي منين؟ ده يا جماعه بيجي من عند العطار، هناخد منه. ده اقوى وصفه يا جماعه للاسهالات واي مشاكل معويه. هناخد منه حوالي معلقتين كده اهوت زي ما انتم شايفين كده، معلقتين معلقه كبيره على حسب يعني على حسب الكميه انت غاليه. انا معايا كوبايه ونص ميه فهناخد بس ايه معلقه كفايه قوي لان لسه هحط المكون عليه كمان.
المكون اللي انا هحطه برضو ده كويس يا جماعه، معانا الكزبره الناشفه. بصوا ده كده يعني ايه، ده بتبقى كويسه جدا للاسهالات والمشاكل. الكزبره يعتبر ماده قبض، حلو قوي. هناخد برضو منها كده اهوت معلقتين كبار بمعلقه الشاي يعني. نقلبها بس كويس كده اهوت. واهم حاجه يا جماعه الوصفه اللي احنا هنغليها هنغطي عليها، علشان طبعا اي البخار ده كله انا عايز استفاد منه، لان الحاجات دي بتبقى زيوت طياره وانا عايز استفاد منه في الوصفه بتاعتي. وكمان هنقطع له ليمون. الليمونه بقى هنسيبها تغلي برده. الليمون يعتبر كويس جدا لاي مشاكل معويه. ده كده بقى، وهنسيبها بقى نغطي عليها ونسيبها تغلي غلوتين حلوين كده، ونهد عليها برده عشان ما تفرش مننا. ده كده يا جماعه بعد ما عملنا الوصفه حطيناها في كوبايه زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا دلوقتي نحطها للبط يشرب منها. دي اقوى وصفه ممكن تعملها للاسهالات، وصفه كويسه جدا يا جماعه ومجربه. كنت دايما بعملها للبط عندي، بسم الله ما شاء الله، كانت بتمنع الاسهالات وكانت بتخلي البط ما شاء الله النمو بتاعه كان بيبقى سريع معاه. هنحط دلوقتي كده البط يشرب، حط لهم كده حوالي 10 سنتي اهو على رطل ميه. هنحط بقى الباقي ده كده، هنحط لهم اهم حاجه احطها لهم وهم عطشانين. ده كده طبعا، بس المفروض ايه بنحطها على طوبه يكون عاليه ولا حاجه. هنملي لهم برده كمان سقايه اهو، ما المفروض بقى يعني لو في طوبه ولا حاجه يكون افضل واحسن. إيه لو في جيركن بقى مفتوح عندنا في اي حاجه، ان شاء الله بعد كده هنكبر السقايات. ده كده برده ايه اهو، نحط لهم بصوا دي البواقي اهي، ده ممكن تحط لهم على العلف عادي يعني هياكلوها برده. ده كده حطيناهم على يعني على وعيتنا اهي زي ما انتم شايفين. الافضل يا جماعه نزود في السقايات، ولو عندك مثلا علفات هي العلفه حلوه، او ممكن اجيب لهم كمان علفه تبقى كويسه جدا. ده طبعا على طول لو احنا عندنا البطل قدر الله في اسهالات في اي حاجه هنعملها لهم على طول. دي بتجيب يا جماعه، ده اسرع وصفه ممكن تقضي على الاسهالات تماما. طب هنستخدمها ازاي؟ دي ممكن اعملها 12 ساعه لو البط فعلا عنده اسهال او صايم عن الاكل، هيبقى 12 ساعة الوصفة ديت اللي انت شفتها معايا ديت، و12 ساعة محلول معالجة الجفاف. او ممكن اعمل لهم يعني خلاف محلول معالجة الجفاف، ممكن اعمل لهم خل، يعني احط لهم خل على المية. الخل جميل جدا يا جماعة، ويعتبر برضو مطهر معوي. يعني 12 ساعة خل و12 ساعة الوصفة اللي انت شفتها معايا ديت. تمام، زي ما انتم شايفين بقى دايما على طول هنحافظ على البط من الهواء ومن البرد، يعني عشان تكسب البط عندك التدفئة يا جماعة مهمة جدا. البرد ممكن نجيب له البط اسهال، المكان المبلول برضو يعني يعتبر برضو يعني ده بيضر البط عندك. حاولي ان انت توسعي يعني، بصوا بقى لو انتوا لاحظتوا ان مقسمة الاوضة ديت مقسمة جزء للفراخ ومقسمة جزء ان شاء الله برضو اما اجي اعملها بالسلك هوريها لكم. نفس ما كنت عاملة النظام في المكان القديم هنعمله برضو ان شاء الله هنا، هنعمل كده هنجزء اجزاء بالسلك ان شاء الله، هيبقى جزء للبط وجزء للفراخ وجزء يعني ايه للطيور كلها. وفي برده بره اوضه ثانيه ان شاء الله كمان هتبقى خاصه بالبط بس باذن الله، برده هجهزها وان شاء الله هتشوفوها معايا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.